الصبح لا رضا من يستمعني من داعي إذا عن هنسون جهاكي وما كل غد ما تضيع تدخل بيتي صرت غير بيت ثاني. مثل هذه الواقعة إلى جانب أنها من الجرائم الجنائية، فهي أيضا تتنافى مع أخلاق اليمنيين وعرف قبائلها التي تجل المرأة وتعتبر أي تعرض لها بأذى لفظي أو مادي من العيوب السوداء، فكيف بمن أطلق عليها النار وداهم منزلها؟ أي أخلاق يحملها هؤلاء المجرمين الداخلين على مجتمعنا؟ أما من جهة قانونية فهذا شروع بالقتل من الجرائم والجنايات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم. قال افرش في هذا الرقبة الحوتي هذا الحويته سألي معقد. قال لهم معك أمر قهري. جيت اللي بأمر قهري قال ما جي. قال باقي أكبر منك قال أيوة. قال سر قال أكبر منك. أنا ما غلطت على رميت على أخي قال أنا محكم أخي. بالشيخ أي قال عدل. قال أنا عدل لا عند أخي لا عند صاحب بلادي أنا عدل عن صاحب بلادي أنا من ما تستجيبش أنا الحويته. أنا أسجل أعدل عن صاحب بلادي ولا رضا فكروا قال لي افتحي يا طيبي وشي هذا إذا لمست السيد ابنش فما أنا رجل ولا أنا قبيلي هذا الحوثي وانتفضح وصلوا غرف جفوا بالهش فلا ولا بالآلي حقهم وهذا ضرب رأس وأنا زاقم مشكر للآلي حقتني أنا زاقم فالآلي وهلق يضربوا. المرأة في اليمن أضحت الأكثر عرضة للتنكيل والتعذيب وأفظع الجرائم الوحشية التي لا مثيل لها منذ أن أشعلت الميليشيات الحوثية حربها العبثية. هذا الفصيل الإرهابي الموالي لإيران ارتكب كثيرا من الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء مخلفة وراءها حالة إنسانية شديدة البشاعة. تنوعت الانتهاكات بحق النساء ما بين القتل والإصابة والاختطاف والعنف والاعتقال والتحرش والتشريد وهدر الكرامة وكذا الحرمان من أبسط الحقوق وغيرها من الجرائم والتعسفات والانتهاكات الأخرى. الميليشيات الحوثية اعتادت على ارتكاب جرائم ضد النساء دون أن يأبه هذا الفصيل الإرهابي بأي إعراف قانونية أو إنسانية رغم النداءات المتكررة لوقف هذه الجرائم من قبل منظمات دولية ومحلية لكنها لا تلقى آذانا صاغية.